أربع شلاشري. لما نقول غادة عبده يبقى أكيد هنشوف حاجات ملوكي، حاجات مختلفة، هنشوف تصميمات راقية فيها فخامة، هنشوف خامات غالية فيها شغل حلو، وهنشوف فنانة في عالم تصميم الأزياء. أنا في الحقيقة بقعد مستني دايما الكولكشن الخاصة بيها عشان بشوف حاجة حلوة وجديدة وفيها رقي وفيها إبهار للصناعة المصرية. فمرة تانية برحب بضيفتي اللي مشرفانا منورانا أستاذة غادة عبده، أهلا بيكي. أهلا بيك يا شيخ. إيه الحاجات دي؟ ربنا يخليك. والله بقعد مستني الفاشن شو الخاص بيكي. ربنا يخليك، وأنا برضه بعمل حاجة مخصوصة عشان خاطر ربنا يخليكي ويحفظك. ربنا يخليك. احكي لنا كده الكولكشن المبهرة دي فيها إيه بقى؟ والله احنا ابتدينا طبعا خرجنا من الكورونا شويه، ما خرجناش قوي لا يعني من الازمه اللي احنا كنا فيها، ابتدى يبقى في افراح، فابتدينا نفكر في حاجات جديده للعروسه، ماتيريال كمان مختلفه، شويه ابهار، لان الفتره اللي فاتت كان كل العرايس بيبقوا عايزين فستان هادي شويه، فابتدت في افراح دلوقتي، فابتدينا نبتدي ان احنا نحط افكار جديده ونطلع شكل الفستان يبقى حلو. يعني انتوا من الصناعات اللي اتاثرت جدا في فتره الحظر وفتره منع الافراح والكلام ده، طبعا كلكم ما كانش في، ما كنتوش بتبيعوا، وفي كتير منكم كان في عملاء متعاقدين معاه عشان في افراح والافراح اتلغت، كل ده اثر عليكم سلبا. بالظبط. اوكي، بس انتوا قدرتوا اغلبيتكم يتعدى المرحله دي. طيب الخريف والشتاء اللي احنا فيهم، انا حاسس ان العالم كله عايز يتبسط،
صح. اي حاجه تبسطه. فانا شايف الالوان فيها بهجه، القصات فيها بهجه، الحاجات فيها انوثه اكتر. عاده الشتاء لما بيجي كنا بنتقل الالوان شويه على النبيتي بقى، على الاحمر، على البتنجاني، الحاجات دي. فدلوقتي لا، احنا شغالين في كل الالوان، الفراحي، الفواتح، الروز، المينت جرين، الرمادي، كل الالوان الفاتحه ابتدينا نتحرك فيها، ابتدينا نعمل حاجات مختلفه. عايزين نعوض الفتره اللي فاتت دي. هتعوضوه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا ناخد فاصل ونرجع تبهرينا بقى بقيه الكولكشن. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. نشوف مع بعض الكولكشن الخاصة بخريف وشتاء 2021 مع مصممة الأزياء أستاذة غادة عبدو اللي بتبهرني. وهقول لك إن أنت ملكة في استخدام اللون الروز. بحبه. فاكرة الفستان اللي كان من سنتين كنت طالعة معايا وقعدت أقول لك إيه ده؟ كان روز برضه. أنت بتتفنني في استخدام اللون الروز. هي في ألوان كده بتحس إن هي قريبة منك. هو لون ناعم. بتطلع منها حاجات لذيذة يعني. لون ناعم جدا. طريقة الشغل عندك في الحاجة مش مختلفة برضو يعني، الحاجات مشغولة ايه ده؟ في شغل هاند ميد كتير فيها. في 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 فكرة، ممكن ماتيريال هي اللي تبقى اللي ظاهرة معايا، ولا الفستان بسيط قوي. زي الفستان الاولاني عملنا الكم، كل الشغل بس منظر الكم بس. الفستان الاخير المرايات، حاجات كده حلوة قوي. دي مرايات؟ لا، هو بلاستيك. بلاستيك تمام. من اكريليك معمول. ده بتلزق ولا بتخيطه؟ ده بيتلزق بجلو. ده هو بيتقص وبيتصنفر ويبتدي يتلزق بقى بجلو. بيجنن بيجنن. طيب اي حد عايز طبعا يتواصل مع استاذتي غادة عبدو ممكن تبعتوا لها على الفيسبوك او الانستجرام الموجودين على الشاشه. وهي عندها فروع، هي مش بتبيع اونلاين. لا لا، انت عندك قول لنا فروع. عندنا فرع في عباس العقاد، وفرع في المهندسين، وفرع في الهرم. اوكي. بيحملوا اسمك؟ ياسو. هو ياسو ده يفكرني كان ايه؟ بنتي. صح كده. طيب اغلبيه الديزاينرز دلوقتي بيقولوا بنستسهل وبنبيع اونلاين. انت ماشي عكس الاتجاه. هقول لحضرتك حاجه، انا لازم بتحبي تقعدي مع العميله. غير كده كمان لما بتقيس الموديل عليها، مش كل اجسامنا زي بعض يعني. احنا بنشتغل على
على مقاس معين، مقاس الستاندر بتاعنا. فلازم المقاسات هتختلف، لازم يبقى في تظبيطات في الفستان. فما ينفعش ان انا ابعت فستان مثلا اونلاين ويرجع ما يبقاش مظبوط عليها، ما ينفعش ترده لي تاني، هنظبطه لها ازاي؟ فمعلش خطوتين تنورنا وتقعد معانا وبالعكس تبقى قاعده ظريفه يعني. فانت بتفضلي ده؟ اه طبعا. طيب مشتك اللي انت دايما بتستخدميها مش راقيه في الحقيقه وشكلها غالي، على الرغم من انت اسعارك مناسبه جدا طبعا. بالمقارنه بشكل الفستان، يعني الواحد ما يشوف فستان عندك هيقول ده كتير قوي قوي، بس انا عشان سالت وعارف وسالتها فتخضيت بكلمك بمنتهى الامانه من السعر، لان في مع احترامي لكل الناس في ديزاينرز تانيين مش مستخدمين الخامات دي ومش عاملين الابهار ده واسعارهم نضرب في 10 من اسعارك. انا بسمع برضو حاجات كده، بس يعني بحاول اوفق ان الحاجه تبقى كويسه قوي وفي نفس الوقت يبقى سعر مناسب عشان العجله تدور كمان. بالظبط صحيح صحيح. تيجي نشوف اخر جزء؟ اوكي يلا فينا نشوف اخر جزء من الكولكشن. مزيكا. الله الله الله. وختامها مسك مع فستان احمر اللي كنا شايفينه فيكتوريا لابساه يجن في الحقيقه. تسلم ذوقك، ربنا يخليك. كولكشن كلها احلى من بعض، بكون مبسوط قوي وانت معايا. ببقى مبسوط بيكي عشان انت شخصيه راقيه جدا وبكل التصميمات الجميله الخاصه بيكي. نورتينا. انت اللي منور. اهلا وسهلا بيكي، بشكرك وبشكر شكر استاذه غاده عبده مصممه الازياء على وجودها معانا النهارده. يا رب تكون اتبسطت النهارده معانا في 4 شارع شريف. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، باي باي.